très honoré aujourd'hui de recevoir Miss Arab World 2019. Nous tenons à remercier toute l'équipe qui a participé à la réussite et qui a veillé à la réussite de l'organisation de cet événement. Nous tenons aussi à remercier notre Miss World Arab 2019, Mademoiselle Akili Nabila, d'avoir choisi notre établissement pour célébrer, ou plutôt pour développer son thème, qui est la scolarisation. Ce thème qui reste un thème universel sur l'échelon international, aussi bien sur l'échelon national. La preuve, c'est qu'il a fait toujours la page de tous les discours royaux. Aujourd'hui, toute l'équipe pédagogique, tout le staff administratif de l'établissement ainsi que les élèves de l'établissement sont très honorés et sont très ravis d'accueillir notre Miss Beauté, Miss Arab World 2019. Et cette visite, certainement, va avoir un impact positif sur la motivation de nos élèves, surtout pour nos élèves qui vont passer donc l'examen régional du CE9 ainsi que le deuxième, l'examen national de deuxième année bac. Et j'espère que notre Miss Arab World 2019 sera très honorée, hein, et sera donc très contente de cette visite au sein de notre établissement. Donc, et on souhaite, hein, on souhaite en fin de compte une bonne chance à notre mademoiselle, à notre Miss Beauté, plutôt Miss Arab World 2019, notre mademoiselle Akili, pour Akili Nabila, pour la finale qui aura lieu, Inch'Allah, en Algérie, hein, donc le 25 janvier, Inch'Allah, 2019. Et donc, pour conclure, nous sommes tous Nabila Akili et bonne chance. كما لاحظتم فقد تشرفت المؤسسة بزيارة الآنسة نبيلة عقيلي ميس وورد أراب موروكو 2019، وقد وقفت طبعا على المجهودات التي نقوم بها بهذه المؤسسة من أجل المساهمة المتواضعة لنا في النهوض بالعملية التعليمية في بلادنا، واللي هي طبعا كل مغربي يريد لهذا البلد أن يصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه من تقدم وازدهار. وكذلك أن هذه الزيارة مكنتنا باش نتعرفوا عن قرب عن الممثلة ديالنا في المسابقة ديال ميس أراب وورلد 2019، واللي احنا كنفتخروا بها لانها سوف تعطي ان شاء الله نموذجا ناجحا ومضيئا للمرأة المغربية، ونتمنى ان نراها مرة اخرى وان تشرفنا مرة اخرى وهي متوجة باللقب. ونتمنى كذلك ان هذه الزيارة سوف تترك لديها انطباعا، وكما هي تركت لدينا انطباعا طيبا وطيبا وطيبا جدا، ونحترمها 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 أكثر فأكثر. إذن من هذا المنبر نتمنى لها كل التوفيق والنجاح، أولا في مسابقات 25 يناير المقبلة، وكذلك في ما سوف يتبع تتويج إن شاء الله من أنشطة ثقافية وأنشطة يعني اجتماعية التي سوف تقوم بها. والمرأة المغربية يجب أن تفتخر بوجود مثل هؤلاء النسوة أو هؤلاء الفتيات في بلدنا، واللي كيمثلونا أحسن تمثيل. وشكرا. مساء الخير، معكم نعيمة أم نادين، المسؤولة الفنية بشركة لو سونتونير ايفنت. هذه الشركة اللي كترأسها مدام سيدة الأعمال السيدة سعاد الشامي، وهي في نفس الوقت رئيسة جمعية إليكي البلجيكية. بالنسبة لهاد يعني مدام الشامي هي الوكيلة الحصرية لمسابقة ملكة جمال العرب المغرب، واليوم حنا كنقوموا بثاني زيارة، زيارات اللي داخلين في إطار برنامج ديال ملكة جمال العرب المغرب 2019 اللي هي الآنسة
الاجنبي العاقلي، وحنا كنتواجدوا بمؤسسه لوي لوغون. تم اختيار هذه المؤسسه للمجموعه ديال المقومات اللي كتمتاز بها المؤسسه واللي كتمثل يعني التمدرس الراقي بالمملكه المغربيه. يعني اش غادي نقدر نقول لكم، قبل بهذه الزياره اكتشفنا مجموعه ديال الحوايج اللي كتاهل انها كتخرج لنا مجموعه ديال التلاميذ يعني كيمتازوا بواحد التمدرس راقي، تمدرس يعني عالي، مستوى عالي. وهذا كله كيرجع للطاقم الاداري والتربوي اللي كيسهر على هاد التلاميذ. اذا هذه سيت ايماج اللي هي مهمه جدا، اللي كتبين لنا يعني شنو هو التعليم بالنسبه للمملكه المغربيه. هذا التعليم اللي دائما كينهض به وكينادي به صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. اذا لقينا اليوم في هذه المؤسسه لقيناها كنموذج فعال لكي يشرف التمدرس بالمملكه المغربيه. نبيل عاقلي، قمت اليوم بجوله للمجموعه ديال الاقسام للسلك الاعدادي بالاضافه الى المختبر قاعه ديال الاعلاميات. اش غادي نقول لكم، صراحه وجدنا كل ما هو مشرف وكل ما هو يعني يفرح ويثلج القلب. يعني ملي كنهضروا دابا على التعليم بالمغرب، يعني مستوى تعليم المغرب وصل لواحد المستوى جد عالي، وهذا الشيء كنتفائلوا به بزاف. ويعني وكنشوفوا من هذه العينه ديال التلاميذ اللي شفناهم اليوم اننا كنلقاو بان كاين واحد لو بيتون ارمي اللي هو صحيح، اللي غادي يهز لنا البلاد ديالنا. وغادي نلقاو تلاميذ يعني ماشي غير تلميذ كاسم، بل تلميذ يعني عنده واحد الثقافه جد عاليه. ويعني وكنشكروا سي مسيو عمر القمره المدير والمؤسس لمؤسسه لوي لوغون، وكذلك المدير التربوي والطاقم يعني الطاقم التربوي وكل العاملين بالمؤسسه على هذا الاستقبال الحار اللي قاموا به، يعني وبهذا المجهود الجبار فريمون اللي قاموا به من اجل انجاح هذه الزياره. هذه الزياره اللي كتدخل في اطار البرنامج كما قلت من قبل، برنامج ديال ملكه جمال العرب المغرب نبيل عاقلي. وباسم السيده سعاد الشامي الرئيسه الفعليه لشركه سونتوني ايفنت، كنتقدموا لهم باحر الشكر، وشكرا لرجال الاعلام اللي كيواكبونا دائما. ميرسي بوكو. مساء الخير. كانت اليوم زياره لمجموعه مدارس لوي لو غران. الاستقبال كان حار واستقبال كان رائع جدا، دخل لي الفرحه القلبي الصراحه. ما خلت لي الإعلامية الكبيرة ديالنا أم نادين ما نقول، والأستاذ القمرة حتى هو مدير المؤسسة. بصراحة هاد الوليدات ديالنا اللي هما مستقبلنا، هما رجال الغد ونساء الغد اللي كيحرصوا عليهم هاد الاطر في واحد الكادغ اللي رائع جدا، وتبارك الله عليهم. وكنتمنى لهم التوفيق، كنتمنى لهم النجاح. وكان اختيار ديالي صائب والحمد لله بمساعده الاعلاميه ام نادين وبمساعده المؤسسة الجمعية ديال ملكة الجمال مدام سعاد الشامي اللي تعذر عليها الحضور لأنها في الديار البلجيكية. ثاني حاجة كنتمنى الدعم، لأن عندي منافسة جد قوية في الجزائر نهار 25 يناير اللي غتكون مشاركة فيها 23 متسابقة ملكة جمال لكل دولة، وأنا اللي غنمثل دولة المغرب. وكنتمنى تدعموني وكنتمنى الحب ديالكم ليا. شكرا. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.